يعني جينا البيجه حابين على 3 بوان، لكن نقولوا ما كذبتش وان شاء الله نخدموا على روحنا، ان شاء الله الجاي خير. اليوم زاد لقينا منافس اللي على ارضيه ميندانو معناها يكون صعب الميراث، التيران ماهوش سهل انه تجي الباشا تروح بنقطه. الحقيقه معناها عندها فريق محترم، ودايور معناها وجودها في البلاي اوف ووجود الاولمبي الباش في نهائي كاس تونس ماهوش بالصدفه، فريق محترم. الحمد لله نقولوا احنا حاولنا ناخذ 3 بوان لكن خذينا ان سول بوان، ان شاء الله يكون موتيفاسيون لينا احنا ويكون حاجه باش تزيد تعطينا اكثر موتيفاسيون للماتشات الجايه ان شاء الله.